بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، ذكر العلماء رحمهم الله لهذه الآية وجوها من التفسير، وكلها صحيحة. وجه الأول، قالوا هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لما صدهم المشركون عام الحديبية عن الوصول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة. الله جل وعلا قال لهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يعبد في كل مكان، فإذا صدكم المشركون عن المسجد الحرام فإن الأرض كلها محل لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يضيرنكم ما حصل من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى وسع لكم الأمر، فكل أرض الله محل لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذه الآية نزلت بسبب أن قوما من الصحابة كانوا في سفر، اشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا، اشتبهت عليهم القبلة في الليل فاجتهدوا وصلوا إلى الجهة التي غلب على ظنهم أنها هي القبلة، صلوا إلى الجهة التي غلب على ظنهم واجتهادهم أنها هي القبلة، فلما أصبحوا رأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، أن هذه الجهة التي صلوا إليها ليست هي جهة القبلة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فأنزل الله هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا اشتبهت القبلة على الإنسان، فإن كان في بلد مسلمين فإنه يسأل أهل البلد من المسلمين، أو ينظر إلى المساجد والمحاريب يصلي إلى القبلة لأنه متمكن من معرفة القبلة،
أما إذا كان في بر وهو في ليل ولا يرى شيء من علامات القبلة فإنه يجتهد، فإذا غلب على ظنه جهة القبلة فإنه يصلي إلى ما غلب على ظنه واجتهاده، وصلاته صحيحة ولو تبين بعد ذلك أنه قد أخطأ لأنه قد أدى ما عليه واجتهد. والله جل وعلا يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل إن هذه الآية نزلت ردا على اليهود لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، اعترض اليهود وقالوا كيف يترك القبلة التي عليها الأنبياء من قبله، كيف يتركها وهو أيضا قد صلى إليها، كيف يتركها ويتحول إلى الكعبة؟ هكذا اعترضوا من باب التشويش على المسلمين، وإلا فهم يعلمون أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قبلته الكعبة، وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قصدهم التشويش. فالله رد عليهم أن العبرة ليست بالجهة، لا المشرق ولا المغرب، وإنما العبرة بما أمر الله به سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يصلي إلى الجهة التي أمر الله بالصلاة إليها، فإذا أمر بالصلاة إلى بيت المقدس وجب على المسلمين أن يصلوا إلى بيت المقدس امتثالا لأمر الله، وإذا أمر الله بالصلاة إلى الكعبة وجب على المسلمين أن يصلوا إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وتكون القبلة الأولى قد نسخت، والله جل وعلا له الأمر وله الشرع، يأمر بما يشاء سبحانه ويشرع ما يشاء سبحانه لا اعتراض عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فالذي آمن بالله يتبع أوامر الله ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى، فالأمر أمره والشرع شرعه والجهاد كلها ملكه سبحانه وتعالى. الواجب علينا أن ندور مع أمر الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في مكة قبل الهجرة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، لأنه لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحول عن بيت المقدس، فكان يصلي إلى بيت المقدس ولكنه يجعل الكعبة بين يديه. ولما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 18 شهرا أي سنة ونصف، سنة وستة أشهر وهو يصلي إلى بيت المقدس، لأنه لم ينزل عليه أمر بالتحول عن بيت المقدس. فلما نزل الأمر من الله أن تكون القبلة إلى الكعبة تحول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، لأنه عبد مأمور
يمتثل أوامر الله جل وعلا، هذا هو الذي يؤمن بالله، من آمن بالله. أما الذي يتبع هواه ويعترض على أحكام الله فهذا لا يؤمن بالله، هذا غير مؤمن والعياذ بالله. فتكون هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، تكون ردا على اليهود في اعتراضهم على تحويل القبلة إلى الكعبة، ومعنى ذلك أنهم يعترضون على الله وأنهم يعبدون الجهة التي يريدونها ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو كانوا يعبدون الله حقيقة لامتثلوا أمره، فإذا أمرهم أن يصلوا إلى بيت المقدس صلوا، وإذا أمرهم أن يصلوا إلى الكعبة صلوا، فهم عليهم الامتثال، لكنهم يعاندون. فهذه الآية رد عليهم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل إن الآية نزلت في النافلة في السفر، فالمسافر له أن يتهجد بالليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي يقصدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر كان يتهجد بالليل وهو على الراحلة أينما توجهت به راحلته، فيكون هذا هو معنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أنها نزلت في النافلة في السفر، فالمسافر لا ينقطع عن العبادة ولا ينزل ويقول أبنزل وصلي بالليل، لا، بل يسير في الطريق ويواصل السفر، ولا يحرم من العبادة، يصلي وهو على راحلته أو على سيارته، يصلي إلى حيث توجه في سفره. فتكون الآية تعني هذا، أي التنفل في السفر لمن كان يسير في الليل بالطريق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولا شك أن هذه الأمور الأربعة أنها داخلة في معنى الآية، كلها حق، والآية تشملها. وكذلك المريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة، مريض طريح الفراش ولا عنده أحد يوجه للقبلة ولا يستطيع يتوجه إلى القبلة، هذا لا يترك الصلاة، يصلي ولو كان إلى غير القبلة ولا يترك الصلاة. أما إذا كان يستطيع أنه يتوجه إلى القبلة أو عنده أحد يديره إلى القبلة فإنه يجب عليه ذلك، لكن إذا كان ما يستطيع فإنه يصلي ولا يترك الصلاة، يصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك المأسور الأسير الذي أسره العدو وصلبوه إلى غير القبلة، فهذا أيضا يصلي ولا يترك الصلاة ولو كان على غير القبلة، لأنه عاجز عن القبلة، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لا يترك الصلاة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الآية فيها خير كثير لهذه الأمة، وفيها رفع للحرج والحمد لله، وفيها رد على أعداء الله الذين يعترضون على استقبال الكعبة ونسخ القبلة إليها بعد أن كانت إلى بيت المقدس. فبيت المقدس لله عز وجل، هو بيت من بيوت الله، والكعبة لله بيت من بيوت الله عز وجل، والله جل وعلا له الخلق والأمر، له أن يأمرنا أن نصلي إلى بيت المقدس، وله أن يأمرنا أن نصلي إلى الكعبة، وله أن يأمرنا أن نصلي إلى أي جهة أرادها سبحانه وتعالى، وليس علينا إلا الامتثال والطاعة. هذا هو الإيمان بالله. ولكن البر من آمن بالله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. فكل جهة أمر الله بالتوجه إليها فهي جهة الله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله فسروه بأن المراد به الجهة، أي فثم الجهة التي هي القبلة. فما أمر الله بالتوجه إليه فهو الجهة التي هي القبلة، فثم وجه الله أي القبلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. والوجه في اللغة يطلق ويراد به الجهة. والقول الثاني أن المراد بوجه الله وجه الله حقيقة، وهو صفته سبحانه وتعالى. الله له وجه جل وعلا، وله يدان، وله صفات جل وعلا، وله سمع، وله بصر، وله صفات كثيرة لا يعلمها إلا الله. فمعنى فثم وجه الله أي وجه الله الذي هو صفة من صفاته جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا قام في صلاته، فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي ويقبل على المصلي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيكون معنى الآية فثم وجه الله أي أن الله جل وعلا كما صح في الحديث ينصب وجهه قبل وجه المصلي وهو يخاطبه ويناجيه سبحانه وتعالى، والله يجيبه. كلما خاطب الله وناجى ربه فإن الله يجيبه كما صح في الحديث. فالآية عامة للمعنيين، عامة للمعنيين. ولماذا خص المشرق والمغرب مع أن الجهات كلها لله جل وعلا؟ قالوا لأن المشرق والمغرب هما محل طلوع، هما محل طلوع الكواكب وغروبها. المشرق هو مطلع الكواكب، الشمس والقمر والنجوم، والمغرب محل غروب الكواكب. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. قد جاء في هذه الآية إفراد المشرق والمغرب، وجاء في آية
في آية أخرى جمع، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لماذا جمعها؟ لأن الكواكب التي تشرق منها كثيرة، والمغارب الكواكب التي تغرب منها كثيرة، فجمعها لكثرة الشوارق والغوارب من الكواكب. وجاء في آية ثالثة التثنية، رب المشرقين ورب المغربين. قالوا المراد والله أعلم مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، أو المراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، فكلها لله سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع الفضل واسع الرحمة، قل ربكم ذو رحمة واسعة، واسع الإحسان، واسع العلم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه أعمالكم، أينما توجهتم فإن الله يعلم أعمالكم، والله جل وعلا واسع الفضل والإحسان، يتقبل منكم حسناتكم ويضاعفها لكم، إن الله واسع عليم، صفتان من صفات الله عز وجل، وسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فاطمئنوا أيها العباد أن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فمهما عملتم فإن الله يعلم سبحانه وتعالى أعمالكم، وهو واسع الفضل يضاعف لكم الحسنات، حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله واسع عليم. قالوا اتخذ الله ولدا، هذا رد أيضا على الذين نسبوا الولد إلى الله من اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بنات لله يقولون، تعالى الله عما يقولون، وهذا تنقص عظيم لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا ينبغي له أن يتخذ ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، فيكون الولد شريكا لله، والله جل وعلا لا شريك له، ولأن الولد شبيه بالوالد، والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له، ولأن الوالد يحتاج إلى الولد، فاللي ما يجيه أولاد من بني آدم الذي لا يولد له هذا يكون بحاجة إلى الولد، الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الأولاد، غني سبحانه وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، غني سبحانه عن اتخاذ الأولاد، فهذا تنقص لله عز وجل
قولهم اتخذ الله ولدا هذا تنقص لله عز وجل، ولهذا نزه نفسه فقال سبحانه. سبحان معناها التنزيه، لأن هذا تنقص لله، الله جل وعلا واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، فنزه نفسه عن ذلك فقال سبحانه. وسبحان معناها التنزيه، سبحانه أي تنزيها له عما قال هؤلاء من نسبة الولد إليه جل وعلا. ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض كلهم مملوكون له. ما في السماوات والأرض من المخلوقات من الآدميين والبهائم والجمادات، وكل مخلوق في السماوات والأرض فإنه لله، ملك له سبحانه وتعالى، فكيف يكون مملوكه ولدا له وشبيها له؟ تعالى الله عن ذلك. له ملك السماوات والأرض بما فيهم بنو آدم والملائكة كلهم مملوكون لله، فكيف يكون المملوك ولدا للمالك وشريكا له؟ تعالى الله عما يقولون. وأيضا له ملك السماوات والأرض معناه أنه غني سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى ولد، لأنه غني يملك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، هو ليس بحاجة إلى الولد، إنما الذي يحتاج إلى الولد هو المخلوق، مخلوق الضعيف. له ملك السماوات والأرض كل له قانتون. قانتون ما معنى قانتون؟ أي مطيعون، كل من في السماوات والأرض فإنهم مطيعون لله، فإنهم مطيعون لله، منقادون لله عز وجل، انقياد اضطرار أو انقياد اختيار. فالكفار والمشركون والشياطين منقادون لله انقياد اضطرار، لا يخرجون عن تدبيره وعن أمره سبحانه وتعالى الكوني القدري، لا يخرجون عن قضاء الله وعن قدره، بل تجري فيهم أوامره وأقداره ولا يستطيعون التخلص من ذلك، فهم قانتون لله يعني خاضعون لله، خاضعون لأوامره الكونية وتدابيره القدرية تجري عليهم ولا أحد يستطيع أن يردها، وهذا قنوت اضطراري. أما المؤمنون فإنهم مطيعون لله طاعة اختيارية، طاعة اختيارية، لأنهم يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن ما دام أن ما في السماوات والأرض من المخلوقات كل له قانتون سبحانه، فهو ليس بحاجة إلى الولد. عبيد، قانتون يعني عبيد، فكيف يكون العبد المملوك يكون شريكا للمالك المطلق وهو الله سبحانه وتعالى؟ لأن الولد شريك الوالد وشبيه الوالد. وإذا كان من في السماوات والأرض كلهم عبيد، هل يكون العبد ولدا لله؟ العبد هل العبد يكون ولدا لله عز وجل؟ هل العبد يكون ولدا لسيده؟ أبدا. هذا لا، حتى في عالم الناس
حتى في عالم البشر العبد المملوك لا يكون شريكا لسيده في ماله ولا يكون ولدا له، وإنما هو مملوك له ومطيع له، لا يعصي عليه ولا يمتنع من طاعته. فهذا برهان يرد به سبحانه على هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، برهانان: البرهان الأول له ملك السماوات والأرض، والبرهان الثاني كل له قانتون. كل له قانتون أي مطيعون. ثم قال البرهان الثالث: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض، ومبتدئ خلقهما على غير مثال سبق، أوجدهما من العدم سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. معنى فاطر ومعنى بديع أنه أوجد السماوات والأرض ومن فيهما من غير مثال سابق، أوجدهما من العدم. هذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فهل يليق به؟ هذا محال في حقه سبحانه ومنزه عنه سبحانه وتعالى. فالولد عاجز لا يستطيع أن يخلق شيئا، المسيح عليه السلام، عزير، الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كلهم عاجزون لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، فكيف يكونون أولادا لله جل وعلا وهم لا يقدرون؟ هل الملائكة تخلق شيئا؟ هل عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، يستطيع أن يخلق شيئا في السماوات والأرض؟ هل عزير عليه السلام يستطيع أن يخلق شيء؟ ما وهو عبد مخلوق لا يستطيع. فبطل بهذا قولهم اتخذ الله ولدا، هذا برهان ثالث في رد قولهم. ثم البرهان الرابع: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا أي قدر، قضى أي قدر أمرا وأراده سبحانه وتعالى، فإنه لا يحتاج إلى من يعينه على إيجاد هذا الشيء الذي أراده، لا يحتاج، ولا يحتاج إلى آلات يستعملها ويستخدمها لإيجاد الأشياء، إنما يقول له كن، كلمة واحدة. إذا أراد شيئا، أي شيء كبير أو صغير، إذا أراد أي شيء ألا يحتاج إلى من يعينه، ولا يحتاج إلى أدوات، ويحتاج إلى نفقات مثل ما يحتاج البشر إذا أرادوا يعملون شيء، إذا أرادوا يبنون بنيان يحتاجون إلى تعاون، ويحتاجون إلى نفقات، ويحتاجون إلى وقت من الزمان. إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا من الصناعات يحتاجون إلى تفكير، ويحتاجون إلى أموال، ويحتاجون إلى أعوان، ويحتاجون إلى طول وقت. الله جل وعلا قادر على كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. إذا أراد شيئا أي شيء فإنما يقول له كن ويكون على طول، ما يتخلف عن قول الله سبحانه وتعالى. إذا أصدر الأمر وجد المأمور في الحال، إنما أمره، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما يحتاج إلا إلى ولد، لا يحتاج إلى ولد يعينه أو أحد من خلقه يعينه أبدا، بل هو الذي يعين الخلق ولا يعينونه سبحانه وتعالى. هذا برهان على بطلان قولهم اتخذ الله ولدا.
الذي إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون يحتاج إلى ولد؟ يحتاج إلى أحد؟ تعالى الله عن ذلك. فهذه براهين قاطعة ذكرها الله في هذه الآيات تبطل قول اليهود والنصارى والمشركين اتخذ الله ولدا. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا في الملك ولا وليا من الذل سبحانه وتعالى، بل كل العباد خاضعة له ومفتقرة إليه ومحتاجة إليه، وهو غني عنها سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى المخلوقات، لا الأولاد ولا غيرهم، ليس بحاجة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فدلت هذه الآيات على فوائد عظيمة في العبادة وفي العقيدة. في العبادة أن المصلي يجب عليه أن يتجه إلى الجهة التي أمره الله أن يتجه إليها، وهي الكعبة، ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى. فما دام أنه يتمكن من التوجه إلى الكعبة فإنه يجب عليه أن يتوجه إليها في صلاته، قوله تعالى لقوله تعالى وحيثما كنتم، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فإذا كان يرى الكعبة أو يعرف الجهة التي فيها الكعبة فيجب عليه أن يتجه إليها في الفريضة، في الفريضة. وإذا كان لا يرى الكعبة وهو بعيد عنها فإنه يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، الجهة التي فيها الكعبة. ولا يشترط أنه يصيب عين الكعبة لأنه ما يراها، لكن يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة. فإذا كان في الشمال يصلي إلى الجنوب، الجهة التي فيها الكعبة. إذا كان في الشرق يصلي إلى الغرب، إذا كان في الغرب يصلي إلى الشرق، إذا كان في الجنوب يصلي إلى الشمال، فيصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة. هذا في الفريضة. وإذا كان لا يعرف جهة القبلة، لا يعرف جهة القبلة، فإن كان في بلد فلا بد أن يسأل، يسأل أهل البلد المسلمون، يسأل المسلمين أين القبلة، أو ينظر في المساجد والمحاريب ثم يصلي. ولا يقول أجتهد وصلي، لا، في البلد ما هو محل اجتهاد، لأنه متمكن من معرفة القبلة بدون اجتهاد، يسأل أو ينظر في المحاريب. أما إذا كان في بر وهو لا يعرف جهة القبلة اشتبهت عليه فإنه يتحرى، يتحرى الجهة التي فيها الكعبة ويصلي، وصلاته صحيحة ولو تبين له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين أخطأوا القبلة، لم يأمرهم بالإعادة، لأنهم اجتهدوا وصلوا حسب استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونأخذ منها أيضا من الآية أن المتنفل في السفر، المتنفل في السفر يصلي على راحلته أو يصلي وهو يمشي على الأرض على قدميه، يصلي إلى الجهة التي هو يسير إليها، يصلي إلى الجهة التي هو يسير إليها. ولا نقول له لا عطل السير واجلس وصل، لا، ولا نقول له لا تصلي وانت تمشي، لا، الله وسع له سبحانه وتعالى، يصلي
على راحلته إلى الجهة التي يقصدها ولو كانت إلى غير جهة القبلة. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، هذا في العبادة. وأما في العقيدة فهذه الآيات فيها تنزيه الله جل وعلا عن اتخاذ الولد، وعرفنا لماذا نزه نفسه عن الولد. أولا لأن الولد جزء من الوالد، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا له من عباده جزءا يعني نسبوا إليه الولد، فالولد جزء من الوالد يكون شريكا له سبحانه، والله جل وعلا ليس له شريك، هو الواحد الأحد ليس له شريك. ولأن الولد شبيه بالوالد والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يشبهه، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني شبيها ومماثلا، ليس له شبيه ولا مماثل سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن له ولدا فمعنى هذا أننا جعلنا له شبيها ومثيلا، تعالى الله عن ذلك. ولأن الوالد يحتاج إلى الولد كما هو معلوم عند الناس، والله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، بل الناس كلهم يحتاجون إليه سبحانه وتعالى، وهو غني عنهم جل وعلا. ولأن الله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس بحاجة إلى أعوان يعينونه على الخلق والرزق والتدبير، بل هو لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى شيء، إذا أراد شيئا أي قضى وقدر شيئا وشاءه سبحانه فإنه يقول له كن، كلمة واحدة ثم يكون هذا الشيء ويوجد هذا الشيء، ولا يتخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كل له قانتون، كل العباد خاضعون لله عز وجل، منقادون لله عز وجل، فهذا ينفي أن يكون له ولد، لأنه إذا كان له ولد ما صار خاضعا لله بل صار شريكا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فكيف يكون العبد، كيف يكون العبد شريكا لمالكه وسيده؟ هذا محال في حق الله سبحانه. حتى البشر، حتى البشر لا يرضون إن أحد مماليكهم يشاركهم في أموالهم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هل يرضى أحد إن مملوكه يكون شريكا له في ملكه؟ ما يرضى. إذا كانه لا يرضى هذا لنفسه فكيف يرضاه لله جل وعلا؟ ولهذا كان المشركون في التلبية إذا أحرموا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فرد الله جل وعلا عليهم بهذه الآية، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هل يرضون بهذا؟ إذا كانوا لا يرضون هم بهذا فكيف يرضونه لله؟ لأنهم يرون هذا نقصا في حقهم، فكيف يرضون النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهذه فيها، وفيها في الآيات إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، له وجه لا يشبه الوجوه، وله صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا وبالله التوفيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،
وأن يهدينا صراطه المستقيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح شأن المسلمين وأن ينصرهم على أعداء الدين، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا وأن يولي علينا خيارنا وأن يكفينا شر شرارنا وأن يقينا وإياكم وجميع المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يكف عنهم كيد الأعداء والظالمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر الحق وأن يخذل الباطل وأهله، أن ينصر الحق وأهله وأن يخذل الباطل وأهله. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دائرة السوء. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم وسلط بعضهم على بعض واكفنا شرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي وعدت ظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يكفي شاهد واحد لكي ينعقد الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون ولي للمرأة، وأن يكون بشاهدين، بشهادة شاهدين، فلا بد من شاهدين ولا يكفي الشاهد الواحد. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام؟ قاصدين، الآمين يعني القاصدين البيت الحرام، لا يجوز لأحد أن يصدهم، فيجب أن يمكن من أتى إلى المسجد الحرام، يجب أن يمكن من الوصول إليه، إلا إذا كان مشركا فإن المشرك لا يجوز أن يمكن من دخول الحرم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المسلمون فلا يجوز أن يصد أحد منهم عن الوصول إلى المسجد الحرام. نعم. هل يجوز إلقاء السلام على اتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له؟ وهل يجوز هجرهم؟ أول شيء يجب نحدد البدعة ما هي، لأن الناس كثير من طلاب من المنتسبين لطلب العلم الآن كل من خالفهم بشيء قالوا أنت مبتدع، لأنهم ما يعرفون ما هي البدعة. لازم نحدد البدعة، لأن كثير من المنتسبين لطلب العلم الآن يطلقون البدع على أشياء ليست بدع، وكل من خالفهم في شيء قالوا أنت مبتدع. هذا ما يصلح ولا يجوز. البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه، إحداث شيء في الدين لم يكن منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي أن يحدث في الدين عبادة ليست لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذه هي البدعة. فمن كان كذلك فهو مبتدع، والمبتدع تجب مناصحته
تجب مناصحته ودعوته إلى الله، تخويفه بالله. وإذا كان عليه التباس أو اشتباه يبين له الحق، إذا كان ما ظهر له شيء يبين له الحق وتقام عليه الأدلة، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون مبتدعا، يجب هجره والتحذير منه والابتعاد عنه، وكل من وافق على بدعته وصار تابعا له ولم ينتصح ولم يتركه فإنه يهجر مثله، لأن من وافق المبتدع ورضي ببدعته فهو مبتدع مثله، فيهجر كما يهجر المبتدع. نعم. هل يجوز الصلاة على من قتل نفسه متعمدا؟ نعم، يصلى عليه لأنه مسلم، وقتله لنفسه هذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرجه من الإسلام، هذا صاحب كبيرة، وهذه الكبيرة دون الشرك ودون الكفر، فهو يعتبر ناقص الإيمان ولا يخرج من الإيمان بقتله لنفسه، ويعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. إلا أن العلماء ذكروا أنه لا ينبغي أن يصلي عليه أهل الفضل والقدوة من العلماء أو ولاة الأمور، من أجل ردع الناس عن هذه الجريمة، وأما عموم المسلمين فيصلون عليه ولا يترك بدون صلاة لأنه مسلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت؟ نعم، يصلي على الميت المسلم الرجال والنساء، سواء صلينا عليه منفردات أو صلينا عليه مع الرجال ويكون خلف الرجال، فلها أن تصلي على الميت. نعم. أنا حرمت على زوجتي أمامها بأنني أفعل كذا وكذا وتراجعت في كلامي، فما علي؟ ما هو الذي حرمت؟ ما ندري وش اللي حرمت، احتاج إلى تفصيل. نعم. إن كان حرمت الجماع، إن كان حرمت جماع زوجك فهذا ظهار، يجب فيه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. أما إذا كان الذي حرمته غير الجماع فهذا يعتبر يمين، فيه كفارة يمين. نعم. هل هناك فرق بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، أم هي أسماء الفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة السلفيون؟ هناك فرق بين الفرقة الناجية، هو يسأل عن إيش؟ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لا، هم لا فرق بينهم، الطائفة الناجية هي المنصورة، لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، فهما وصفان لفرقة واحدة، واللي يفرق بين الناجية والمنصورة هذا جاهل ما يدري، أو ابتدع هذا القول من عند نفسه لم يسبق إليه، فلا فرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، صفتان لفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. نعم. بارك الله فيكم. هل يصح لي عند طواف العمرة أن أطوف 4 أشواط ثم أجلس وأستمع لخطبة الجمعة ثم أكمل باقي الأشواط بعد الصلاة؟ لا، ما تجلس للخطبة، تكمل الأشواط 7 ولو كان الخطيب يخطب، إنما لو أقيمت الصلاة، لو أقيمت الصلاة فإنك تقف وتصلي مع المسلمين، فإذا سلموا فإنك تستأنف الشوط من الحجر وتبني على الأشواط التي قبله وتكمل طواف، أما الخطبة لا، ما تقطع الطواف علشان الخطبة. نعم. ما هي شروط النكاح الصحيح؟ كما سمعتم، شروط النكاح الصحيح أولا الولي، وثانيا شهادة شاهدين، وثالثا التراضي، أن يرضى كل من الزوجين
أن يرضى كل من الزوجين بالآخر، ورابعا أن لا يكون هناك مانع من موانع النكاح. نعم. ما حكم حضور حفلات الزواج إذا كان قريب ولكن فيها المنكرات مثل الأغاني والموسيقى وشرب الدخان؟ إذا كانت في الحفلات منكرات فإن كنت تستطيع الإنكار وتؤثر على أصحاب الحفل يمنعون هذه المنكرات يجب عليك الحضور، لأن هذا إنكار منكر. أما إذا كانوا ما يطيعون ولا يغيرون المنكر فلا يجوز لك تحضر، ما يجوز لك تحضر في احتفال فيه منكرات إلا إذا كنت تستطيع التغيير، تغيير هذه المنكرات. نعم. ما هو أصل الحجر الأسود؟ هل هو من الجنة؟ وهل كان لونه أبيض؟ وهل كان حجمه أكبر من حجمه الحالي؟ الحجر الأسود من شعائر الله، شرع الله لنا أن نقبله وأن نستلمه وأن نبدأ الطواف من عنده وننهيه به. وأما السؤال مش أصله وش، هذا ما له داعي، ما علينا منها، ما أمرنا بأن نسأل وش أصل الحجر ومنين جاء ومن وش لونه من أول، هذا ما لنا فيه فائدة. علينا أن نؤمن أنه مشعر من مشاعر الله، وأنه يستلم ويقبل أو يشار إليه، وأنه يبدأ منه الشوط وينتهي به الشوط. نعم. ما قولكم في من يصر على حلق لحيته وعندما ينكر عليه ذلك يقول إنني عند إعفائها أتعرض للاستهزاء من قبل أصدقائي؟ اللي يصر على حلق اللحية، ذكر العلماء إن اللي يصر على الصغيرة يصير كبيرة، يصير فاسق. فالفاسق هو الذي يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة من صغائر الذنوب، إذا أصر عليها واستمر عليها صار فاسقا. ولا يجوز للإنسان أنه يطاوع الناس ويخشى من الناس، يخشى من الله عز وجل. إذا سخر منك أو استهزأ بك الناس هل يضرك هذا شيء؟ هل ينفعك عند الله؟ ينفعك عند الله. لكن إذا أغضبت الله سبحانه وتعالى وعصيته من أجل إرضاء الناس، هل الناس ينفعونك؟ ما ينفعونك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعليك أن تتقي الله وأن تخشى الله ولا تخشى الناس، لا تخف من الناس. نعم. هل بيان أخطاء الدعاة يعني التحذير منهم؟ ومتى يحذر من الشخص؟ أولا الأخطاء يجب نعرف ما هي الأخطاء، نحددها، لأن كثير من الناس اليوم صاروا كل من خالفهم قالوا هذا مخطئ، ما هو صحيح. الأخطاء هي مخالفة الكتاب والسنة، فمن خالف الكتاب والسنة فقد أخطأ. أما إذا خالف عادة الناس أو خالف ما عليه بعض الناس فهذا ينظر فيه، هل المخالفة ذي موافقة لما جاء في الكتاب والسنة أو غير موافق. فالميزان هو الكتاب والسنة، مع الدعاة ومع غيرهم. الميزان الذي يعرف به الخطأ من الصواب والحق من الباطل والهدى من الضلال هو الكتاب والسنة، فمن خالف الكتاب والسنة فهو مخطئ، ومن وافق الكتاب والسنة فهو مصيب. هذا هو العدل. فمن كان من الدعاة عنده أخطاء مخالفة للكتاب والسنة فهذا يجب مناصحته، ويجب أن يبين له هذا الأمر، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه يقال للناس، يبين للناس أن هذا الداعية أنه أخطأ وعنده أخطاء
في كذا وكذا، وأنه أبى أن يقبل، أبى أن يقبل النصيحة من أجل أن يكون الناس على بينة من أمره. نعم. يقول السائل: نرجو منك أن تبين بنصيحة عابرة قصيرة عن النساء اللاتي يلبسن العباءة الخفيفة التي تظهر أجسامهن. هذا ينطبق عليه الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فالتي تلبس عبات غير ساترة هذه كاسية عارية، كاسية لأنها لابسة عبات، لكن عارية لأن العبات هذه ما تسترها، فتدخل في هذا الحديث. فالواجب على المرأة أن تتخذ عباءة ساترة ضافية على بدنها، ساترة لما وراءها، ليست شفافة، وأيضا ليست التي تلتصق، يعني عباءة لينة تلتصق على جسمها، هذا ما يجوز. يجب أن تكون ساترة، تكون ضافية، وتكون أيضا غير ليس فيها نقوش، تكون سادة ليس فيها نقوش ولا ما يلفت النظر. نعم. نرجو من فضيلتكم أن تجعل لنا دروس في المسجد الحرام إن كان أسبوعيا أو شهريا، جزاكم الله خيرا. ما نستطيع أكثر من هذا الدرس، لأن لسنا في مكة، إن نجي من الطائف ولا نستطيع أكثر من هذا الدرس، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نعم. ما معنى قوله عندنا دروس في الطائف، عندنا دروس في الطائف وعند المشايخ